بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا زي ما تعودنا بيكون مجموعه من الاخبار الحقيقه، وبيبقى فيه يعني امور او احداث مهمه بنجيبها لحضراتكم، ولو محتاجه تعليق منا بنحط حضراتكم معانا في الصوره. النص الثاني بيبقى معانا فقره حواريه. الحقيقه النهارده فقرتنا هي مقسمه قسمين، يمكن اول قسم هيبقى ليه علاقه بالسباحه. السباحه كان في بطوله الجمهوريه اللي انتهت يمكن من اسابيع قليله، ويمكن زي ما حضراتكم عارفين قطاع السباحه من اكبر القطاعات داخل النادي الاهلي، وبيضم عدد كبير جدا من السباحين والسباحات في الثلاث فروع الحقيقه، في 6 اكتوبر مدينه نصر والفرع الرئيسي بمقر النادي الاهلي بالجزيره. اذا الثلاث فروع فيهم مدارس او مجموعه من السباحين والسباحات بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي قدم لعيبه كتير جدا للمنتخبات وسباحين وسباحات للمنتخبات. النهارده هيكون معانا اثنين من ناشئات او ناشئين النادي الاهلي، والحقيقه ليهم مستقبل باهر. هيكون معانا محمد سامح واروى، الاثنين سباحين حققوا 9 ميداليات في بطوله الجمهوريه اللي فاتت. يمكن محمد حقق 4 ميداليات ذهب بيلعب عمومي وتتابع، 4 ميداليات ذهب واحده فضه، واروى حققت 4 ميداليات ذهب. انجاز كبير، هنقعد نتكلم معاهم شباب، ويعني مش عايز اقول لكم حاجه تفرح، هنتكلم معاهم ونشوف كفاحهم، هنشوف ازاي يعني ان شاء الله نقدر نحافظ على الموهبه دي عشان نوصل بيها نبقى ابطال اولمبيين وابطال عالميين باذن الله. النص الثاني من حلقتنا هيكون معانا احسن معده كره طائره في افريقيا، اللي فازت بافضل معده في بطوله افريقيا اللي فاتت للانديه، واللي النادي الاهلي احتل فيها المركز الثاني. هيكون معانا سهيله وفيق. سهيله بالمناسبه بتلعب في دوري الجامعات بامريكا، ورجعت يعني بدري في اجازتها، وفضلت تكون مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا، وعلى انها تقعد في البيت او تريح في الاوف سيزون ليها، بخاصه ان دوري الجامعات دوري طويل جدا في امريكا، ولكن رجعت مباشره من الطياره على فرقتها، اتمرنت معاها 4 5 تمرينات، سافرت افريقيا، اخذت احسن معده بافريقيا. هتكون معانا في النصف الثاني من الفقره الحواريه، هنعرف معاها هنعرف منها كل يعني امورها او كل كواليس حصولها على هذه الجائزه. ومش كده بس، مش دايما بيبقى يعني يمكن النادي الاهلي بتوفقش في البطوله وخد الذهب، ولكن في لاعبات بيكونوا ابطال وبيكونوا واخدين كؤوس فرديه بتنم على قوه فريق النادي الاهلي. طيب قبل ما نروح لاخبارنا، الحقيقه عندي يعني بعض الكلمات عايز اقولها عن طبعا حديث الساعه في الالعاب الاخرى، وانتقال مجموعه من اللاعبات من النادي الاهلي او انتهى عقدهم مع نادي الاهلي في الكره الطائره سيدات، وانتقلنا الى نادي الزمالك. هنا انا عايز بس اوضح بعض الامور وبعض الكلام. كل واحد يعني طبعا ده اختياره، يعني كل بني ادم بيسال عن اختياره وهو بيتحمل نتيجه اختياره، ده اختيارهم، ويعني اي حد بيتحمل نتيجه اختياره سواء يعني بالسلب او ايجاب ده قراره هو. ولكن النادي الاهلي لا يقف على عند لاعب، النادي الاهلي عنده قاعده كبيره جدا في كل الالعاب، ما بيوقفش على لاعب. انا نفسي اللي قاعد قدام حضراتكم بطلت، انا نفسي كنت واخد دوري وكاس وبطولات مع النادي الاهلي حصلت عليها، ورحنا خدنا 3 افريقيا كتمهيد ان احنا ناخد بطوله افريقيا 2016، وبطلت وجي ورايا اجيال واجيال، والنادي الاهلي لسه بيحصل في البطولات. النادي الاهلي ما بيوقفش على لاعب في اي لعبه او مهما كان اسمه، والامثله على ذلك كثير. يعني لو قعدت معاكم وحصلنا، النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مؤسسه لها دستورها، الدنيا كلها ما فيش اي مشكله على المستوى الفني ولا الاداري، ربنا ان شاء الله يعني موافق النادي ده، لان طبعا عنده قاعده كبيره جدا من اللاعبين واللاعبات. ولكن انا كلامي هنا للاعلام، انا يعني مش هكلم في الموضوع ده كثير، ولكن عندي نقطتين فقط عايز اتكلم عليهم. الاعلام طبعا في الفتره اللي فاتت شهدنا في كل يعني او اغلب يعني ناس كتير في الاعلام بتتكلم، او حتى على صفحات السوشيال ميديا بيقول لك ده احتراف، اللاعب بينتقل من نادي لنادي، انتوا زعلانين ليه؟ ده احتراف. اولا احنا مش زعلانين، ما فيش حد زعلان يعني خالص، ما فيش اي مشكله خالص، اللاعبات دي كانت موجوده وخسرنا افريقيا وهيجي غيره ما ناخد افريقيا وناخد دوري وكاس، يعني الموضوع مش بيقفش على حد، فما فيش زعل، هي احتراف، انتوا بتقولوا احتراف تمام هو احتراف، ولكن احنا عايزين مسطره واحده. يعني ايه مسطره واحده؟ لو النادي الاهلي هو اللي تعاقد مع 4 لاعبين في اي مكان او لاعبات في اي مكان في اي نادي، مش هجيب اسم نادي، وتعاقد معاهم، و هل هيتقال في هذه اللحظه ان ده احتراف ومن حق الناس تروح وتيجي وتعمل، ولا هيتقال عكس كده، ولا هيتقال ان النادي الاهلي بيفرغ فرق من المواهب؟ انا بس عايز مسطره واحده، لو هنمشي احتراف اذا هو احتراف ومحدش يزعل، ولو قالنا
بتفرج اللاعبين قولوا كده واحنا ناخد بالنا برضو من ده، ولكن مسطره واحده انا كل طلبه هي مسطره واحده في قياس الامور. حد زعلان خالص ولا حد قال كلمه، احنا في قياده النادي الاهلي اهو بنقول كل لاعب ده اختياره وبيتحمل نتيجه اختياره، ما عندناش اي مشكله والنادي الاهلي ما وقفش على حد، ولكن احنا بنتكلم على المسطره الواحده، كل اللي طالبينه مسطره واحده. حضرتك بتقول ده احتراف، طيب لو النادي الاهلي راح تعاقد مع اربع لاعبين في اي نادي، عشان بس ما حدش يقول اي نادي موجود واي لعبه كره قدم سله لو هتعاقد مع اربع لاعبين عقده منتهت، هل هيتقال نفس الكلام؟ ده سؤالي. طيب عايز اروح لحاجه ثانيه، وهي ان اللاعب لما بيبطل في النادي الاهلي او بيعتزل او بينتقل لنادي ثاني بياخد كل مستحقاته بالكامل. انا العبد لله اللي قاعد قدامكم حصل معايا نفس هذا السيناريو، بطلت وبيبقى اكيد في بواقي لمستحقاتك، حاجات امور بتتسوى تنزل لك في حسابك كانك موجود في النادي الاهلي، ده حقك وهتاخده مهما كان النادي اللي انتقلت له، مهما كان انت فين، مهما كان انت مشيت ازاي، مهما كان كل ده، انت لقى مستحقات او ليك اي امور جوه النادي الاهلي هتاخدها وتوصلك يعني 100 فل و14 زي ما بيقول. ومش كده بس، وانت اثناء لعبك في النادي الاهلي والشهود على ذلك كثيرين كثيرين، ده مش كده بس، ده انت حتى لو اتصبت وانتقلت من النادي الاهلي ومشيت النادي الاهلي متكفل بعلاجك، وخد على ذلك امثله كثيره لعيبه في الكرة يعني ممكن انا مش عايز اقول امثال يعني كريم نتفد ربنا يعني اصابه او اصيب باصابه تعالج فيها سنين، قعد سنين وهو موجود في النادي الاهلي بيعالج على اكمل وجه، ولما راح كريم نتفد مع نادي اخر بيلعب بكل قوه قدام النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي احترافيه. انا ممكن اجيب لكم اسماء كتير لعيبه انتقلت او اعتزلت او راحت او جت لعيب الكوره والعاب اخرى او اتصاب بياخد مستحقاته بالكامل، بياخد علاجه بالكامل، والنادي الاهلي هو ده النادي، وانت بتلعب جوه النادي الاهلي واخد حقك وانت سايب النادي الاهلي تاخد حقك، النادي الاهلي بيتعامل بمنظومه، لم نرى واتحدى على كلامي ده اي حد، لم نرى لاعب محترف خرج من النادي الاهلي قال انا ليا مستحقات متاخره، لم يخرج لاعب اجنبي او مدير فني او غيره او غيره اشتكى النادي الاهلي باي شكل الاشكال انه له مستحقات باقيه، وهي دي عظمه النادي الاهلي. فاذا النادي الاهلي انا بتكلم في مشهدين، انا ما بتكلمش على انتقال لاعبين او لاعبات او الكلام ده كله خالص، ولكن انا بتكلم على عبر ومشاهد بتميز النادي الاهلي دائما ابدا وبتحطه دائما في المقدمه. كلامي ده الكلام ده حصل معايا انا شخصيا، انا اصبت باصابه في ايدي بعد ما وقعت للنادي الاهلي، والكلام ده هناك شهود عليه. انا وقعت النهارده للنادي الاهلي، سافرت تاني يوم طرابلس مع منتخب مصر، كنت بلعب بطوله افريقيا سنه 2009 وانتقلت للنادي الاهلي ومضيت العقد والعقود لم توثق بعد في اتحاد السله. سافرت طرابلس بلعب مباراه انجولا وقعت من اعلى الدور الرابع او الخامس فوق، نزلت على ايدي، نزل على دراعي كارلوس مورايس لاعب انجولا اللي لسه بيلعب لغايه دلوقتي، ايدي اتكسرت وكملت المباراه وانا ايدي مكسوره وما كنتش عارف، ورحت عملت اشعه في احد مستشفيات طرابلس اكتشفوا ان في كسر، البطوله انتهت بالنسبه لي. رجعت على القاهره كلمت المسؤولين في النادي الاهلي قلت لهم يا جماعه انا ايدي اتكسرت وللاسف الاصابه هتقعد 8 شهور، حضراتكم تستطيعون ان تتحللوا من التعاقد، لسه العقد الحبر ما نشفش على العقد، والكلام ده مش بقوله، الكلام ده قلته على صفحتي وقلت في كل مكان، عقدي العقد الحبر ما نشفش على العقد، واترد عليا انت ابن النادي الاهلي واصبحت جزء من هذا الكيان، انت علاجك وكل شيء وكله انت معانا، والنادي الاهلي ما بيتخلاش عن حد، بالرغم ان العقد بقول لكم لسه ما توثقش وانا اصابتي 8 شهور. النادي الاهلي في هذا الموسم تعرض لخسائر كثيره، لم يخرج عليا مسؤول واحد في النادي الاهلي يقول لي انت هترجع امتى، فلوس علاجي باخدها بالكامل، بالعكس احسن رعايه، عقدك بتاخده، انا ما بقولش الكلام ده، انا بقول الكلام ده حقائق وفي شهود على هذا، وده عظمه الكيان. انا مش بقول اي حاجه، ولكن كل واحد بيختار اختيار، هو مش صغير، هو عارف اختياره وبيتحمل نتيجه اختياره، ولكن سيبقى النادي الاهلي قلعه شامخه بولاده بدستوره بقوانينه. انا اسف حبيت يعني اتكلم في هذا في هذه النقطه، برغم ان انا والله يعني كنت واخد عاده على نفسي ما اتكلمش فيه، ولكن انا بحب دايما ادرس الامور وادي عبر بالاقائم واوضح لجمهور النادي الاهلي الامور ازاي جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه ما بيقفش على حد، وسيظل النادي الاهلي يحصد البطولات ويحصد البطولات ويحصد البطولات، والنادي الاهلي وجمهوره، جمهور النادي الاهلي هنا بين قوسين سيظل داعم الى فرقته وداعم لكل من يرتدي تيشيرت النادي الاحمر، تيشيرت النادي الاهلي الاحمر، و النادي الاهلي بيحس بالمخلص وبيحس باللي عنده انتماء، يمكن الانتماء بقت عمله صعبه في عالم الاحتراف المدعي يعني وبيدعوا بيه عالم الاحتراف، ولكن جمهور النادي الاهلي بيكبر
ولو في حد يشك لحظه وماليا، يعني طبعا ده ما فيش شك معنويا وماليا، ولو حد في شك لحظه انه ليه فضل على النادي الاهلي راجع نفسك. النادي الاهلي ليه فضل على الجميع، كل من دخل النادي الاهلي النادي الاهلي هو اللي ليه فضل عليه. انت بالعكس انت بتتشعبط في القطر عشان تمشي مع القطر، انما انت مش ليك فضل على النادي الاهلي، انت بتحاول تكون جزء من هذه المنظومه اللي ليها فضل على الجميع. فلو حد فاكر ان هو ليه فضل على النادي الاهلي وراجع نفسك، الكلام ده مش مظبوط. نروح لاخبارنا، هنبتدي بالسكواش. السكواش الحقيقه عندنا نجمنا ولاعبنا الكبير الصغير سنا والكبير دلوقتي في المستوى مصطفى عسل، دي صورته. مصطفى عسل نجمنا استطاع انه يتوج ببطوله الجونه الدوليه، وعايز اقول لكم بطوله الجونه دي بطوله عالم مصغره، نفس الدروب نفس اللاعبين كانوا بيلعبوا بطوله العالم في القاهره منذ ايام. مصطفى عسل فيها خد الثالث، راح على بطوله جونه خد الاول، والبطوله اتلعبت من 27 مايو لحد 3 يونيو. مجموع جوائزها كام؟ مجموع جوائزها 180,000 دولار. ايوه الرقم اللي حضراتكم سامعينه، مجموع جوائز البطوله 180,000 دولار، رقم كبير جدا. ده طبعا بول كول في المباراه النهائيه اللي استطاع المصنف رقم واحد في العالم استطاع يفوز عليه مصطفى عسل، وجاءت نتيجه الاشواط 11-8 11-9 11-5 في ماتش قعد حوالي 71 ساعه. الجميل ان مصطفى عسل مشواره ما كانش سهل، لعب في الاول فوز على زميله في المنتخب مصطفى السرتي، وفاز بعد نتيجه عليه 3-1، وبعد كده فاز على الويلزي جويل ماكين بنفس النتيجه، وفي دور الثمانيه فاز مصطفى عسل على البيروفي ديجو الياس وفاز ب 3-2، وبعد كده فاز على زميله في المنتخب علي فرج بنتيجه 3-1 في قبل النهائي، ثم النهائي قدم مباراه والاروع مع النيوزيلندي بول كول وفاز بثلاث اشواط نظيفه. وعشان نهنيه مصطفى عسل معانا على التليفون، الف مليون مبروك يا مصطفى. كابتن هيثم مبسوط جدا والله ان مع حضرتك النهارده، ودعم كبير من اول يوم والله، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب بطوله. بقالي فتره يمكن ما كنتش عارف اكسب بطوله، بس الحمد لله بطوله يعني كانت عزيزه وغاليه والحمد لله. مصطفى يمكن انا قلت في الانترو، ما اعرفش كنت معايا التليفون وسامعها ولا لا، قلت ان هذه البطوله هي بطوله عالم، لان كل اللاعبين اللي شاركوا في بطوله العالم قعدوا في القاهره وقعدوا في مصر عشان يشاركوا في بطوله الجونه، كلامي ده صح؟ اه طبعا، يعني احنا بطوله العالم بتختلف اسمها بس عن بقيه البطولات، هي من ضمن برضو 7 بطولات البلاتينيه، يعني البطولات الكبيره بالنسبه لنا. كان يمكن نفس القرعه هي كانت في بطوله العالم، هي كانت بطوله الجونه. البطوله كانت صعبه جدا، ضغوطات كبيره على اللعيبه، بنلعب على طول بعد يعني بعد 6 ايام من بطوله العالم، فالحمد لله ان هي مشيت بالشكل ده يعني. طب قول لي يا مصطفى، اصعب ماتش في البطوله ايه اللي انت يعني حسيت فيه ان انت يعني كان متعب بالنسبه لك؟ والله اخر ماتش بالنسبه لي ماتش بول كول، يعني ساعتها كسبت علي فرج وزميل في المنتخب وكابتن المنتخب، وماتش صعب جدا، بتلعب فاينل على ارض يعني على في مصر، بتلعب ضد واحد نيوزيلندي صعب جدا، فاهم يعني صعب البطوله تروح يعني على ارض مصريه كده، ومع ان هو طبعا قسم عنيد جدا لعيب قوي جدا، قدر يثبت الفتره اللي فاتت ان هو كان نمره واحد كمان من يومين يعني ولا حاجه. فلا الماتش كان صعب جدا، بس كان دعم كبير جدا بصراحه من الجماهير ودعم كبير من النادي الاهلي وحضراتكم، يعني الحمد لله قدرت ان هي تديني دفعه كبيره. انا يمكن والله قبل الماتش 3 ساعات ما كنتش قادر اتحرك من السرير، فعلا مجهود كان جبار الفتره الاخيره، يعني الكام يوم اللي فات دول كنت بلعب ناس تقيله زي ما حضرتك قلت، دييجو الياس مصنف نمره 5 وجول بيكن وطبعا علي فرج، بس دفعه كانت يعني من الجماهير كانت في الملعب كانت عالميه وبره الملعب والله. صحيح، وقول لي برضو يعني يا مصطفى، احنا تابعنا المباريات ولاحظنا حاجه، يعني صلح لي لو انا غلطان، لاحظنا ان انت يعني بدات تتحكم في حماسك جوه الملعب، يعني انت كنت وانت صغير طالع 19 سنه و18 سنه كان يمكن الحماس والفتنس العالي ما شاء الله بتتميز بيهم، كان يمكن ما بتتحكمش فيهم بشكل او اخر، ولكن المباريات اللي فاتت في بطوله العالم وبطوله الجونه شفنا تحكم وثبات انفعالي كبير منك، انت اشتغلت على ده يا مصطفى؟ اه طبعا والله اشتغلت عليه، قلت خلاص اصل يعني خلاص الناس ابتدت تشوف ان في ظلم تحكيمي كبير كان بيحصل الفترات الاخيره. قلت طب انا يعني اكيد انا فيا حاجه لازم اعدلها، اكيد فيا حاجه لازم، مفيش حد كامل يعني، لازم في حاجه ممكن اشتغل عليها هم شايفينها الحكام انا بتاثر، ممكن مثلا تعالج في الملعب او مثلا اسلوبي في الملعب اي حاجه لازم اغيرها. حاولت ان انا اشتغل معاهم على قد ما اقدر، اشتغلت مع مدير الحكام فتره كبيره،
بحاول اعدل من ده الحمد لله. كانت في بطوله الجونه يعني بنت مع علي فرج في البطوله، قدرت ان انا اكسبه تاني مره، اكسبه فيها كسبني مرات كتير جدا، وكان اغلبها 3-2، كانت بتفرق على نقطه. الحمد لله تحكمت في، بحاول دايما احسن من نفسي للاحسن، وان شاء الله يعني نعتلي التصنيف ان شاء الله قريب يعني. ان شاء الله. طب قول لي يا مصطفى، يعني يمكن في المباراه النهائيه كان في حكم اسمه مسارو، حكم معروف جدا هو بيحكم، اه ويمكن شفنا كان في الوقت الفاصل كان في كوره او اتنين كان فيهم شك، بس شفنا منك ان انت ما انفعلتش او ما رحتش ناحيه الجيم خالص من ناحيه حته التحكيم، يعني انت كان حتى النقطه بتتحسب عليك وسط استغراب كبير من الجماهير، ولكن كنت انت ما بتروحش ناحيه حته الحكم دي. لا مش عايز اروح والله، مش عايز اروح يعني. يعني احنا وصلنا لدرجه حتى ان هو يعني بيحطط حكم مع الجنب عشان يشوف المضرب اتكسر ولا لا. فالموقف يعني، يعني الموقف كان بيضحكني بالعكس، مش يعني اللي هو خلاص يعني انا لازم اركز في الملعب، انا لازم اشوف نعم حاجات تانية، مش لازم اتاثر. ده يعني كل الشغل ده شغلك ان هو ما تركزش في لعبك، ممكن تتشد مع حته تانية. طبعا هو انت بتلعب واحد نيوزيلندي برضو يعني في شويه، يعني ممكن الحكم ما يكونش عليك شويه، ان هو برضه كان واحد على العالم. عندي حته برضه ان هي انت صغير 21 سنه وعنده 30 سنه، فطبيعي الحكم يكون رايح يعني ممكن شويه ليه يعني من غير قصد يعني او حاجه. فبحاول اهدى خالص، ما انفعلش، مفيش حاجه الحمد لله. ماتش يعني درجه الحراره في الملعب كانت صعبه جدا في الجونه طبعا، حر. اه حر جدا، بس الحمد لله قدرت يعني ان انا فعلا كان دعم كبير جدا الجماهير والله بفضل ربنا الحمد لله في الاول، وبعد كده الجماهير قدرت ان انا احقق البطوله دي الحمد لله. الحمد لله يا مصطفى، والف مليون مبروك، وان شاء الله يعني تجينا في الاستوديو نحتفل معاك بالبطولات دي. الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك، شكرا لحضرتك جدا، وشكرا لجماهير النادي الاهلي بجد، يعني دعم كبير جدا فعلا منكم ومن الجماهير. مش قادر اقول لك يعني فعلا الناس كانت بتبعت لي ازاي، وكنت حتى مكسوف والله، وان انا لو خسرت حاجه تحصل حاجه، يعني فعلا ما كنتش هتضايق قوي يعني. ان شاء الله يا مصطفى، مصطفى عسل نجمنا ونجم مصر في الاسكواش، بشكرك شكرا جزيلا، واحنا كلنا ثقه ان شاء الله هتبقى رقم واحد في العالم وتتربع على عرش الاسكواش سنين وسنين، خاصه ان انت عمرك صغير وسنك صغير ما شاء الله، ربنا يحفظك من الاصابات. الف مليون مبروك مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي في الاسكواش، واللي حصل على بطوله الجونه منذ ايام. هنروح للكاراتيه، كاراتيه النادي الاهلي دائما بخير، كاراتيه النادي الاهلي خرج ابطال عالميين وابطال اولمبيين. كاراتيه الاهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز للسيدات. الفريق الاول لسيدات الكاراتيه بالنادي الاهلي نجح في الفوز بلقب الدوري الممتاز في منافسات الكوميتيه للموسم الثالث على التوالي. وده بعد ما حقق فريقنا نتائج كويسه جدا، البطوله اتلعبت بمشاركه 13 فريق وهم الاهلي وطلائع الجيش والطيران والبنك الاهلي وسموحه والاولمبي والزهور والمؤسسه العسكريه وحدائق الاهرام وهليوبلس ومركز الشباب والرائي العرب والشمس واتحاد المنزله. فرقتنا كانت فازت في كل ماتشاتها اللي اتلعبت، وتعادلت ماتش واحد بس قدام نادي سموحه عشان نحقق اللقب عن جداره واستحقاق. قائمه فريقنا في الدوري ده ضمت ياسمين الهواري وحبيبه مجدي وسندس عادل ورضوى السيد وامينه الورداني والصاعده فاطمه عبد الناصر، وبيقود فريقنا كابتن اشرف صالح كمدير فني، ومحمد عاطف مدرب الفريق، وحاتم يوسف مدرب عام، ومدحت ممدوح المدرب النفسي، واحمد عبد العزيز طبيب الفريق، وياسر علي وعبد الناصر عبد الكريم وسيد شامه مديرين اداريين، وده تحت القياده الفنيه لدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه ومحمد حسن مدير الجهاز. الف مليون مبروك لكاراتيه النادي الاهلي. هنروح لالعاب القوه، يمكن العاب القوه خبر يعني كان يمكن ابطال العاب القوه كان معانا الحلقه اللي فاتت، نتائج مميزه لنجوم الاهلي في البطوله العربيه لشباب العاب القوه اللي اتعملت في تونس. لعيبه النادي الاهلي لالعاب القوه تحت 20 سنه حققوا نتائج هايله في البطوله العربيه رقم 19 للشباب واللي اتلعبت في تونس نهايه الشهر اللي فات. منتخبنا كان احتل صداره الترتيب العام للمسابقه برصيد 32 ميداليه، 13 ذهب 12 فضه 7 برونز، والنادي الاهلي لوحده حقق بلاعيبته 18 ميداليه من اصل 32 ميداليه. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني اكتر من نصف الميداليات حققها النادي الاهلي، منهم 9 ذهب و6 فضه و3 برونز. وزي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت جبنا لحضراتكم 2 لعيبه الحقيقه من احسن النتائج اللي حصلت قدمناهم لحضراتكم الحلقه اللي فاتت. تعالوا نشوف التقرير ده، صورناه مع اللعيبه وصورناه مع اللعيبه اللي عملوا الانجاز ده. هنطلع للتقرير ده وبعد كده فاصل، وهرجع لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا بس بعد الفاصل.
اولاد النادي الاهلي بنين وبنات شرفوا مصر كلها والنادي الاهلي على الاخص بحصولهم على الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه، وكان لهم دور كبير ان البطوله تيجي لمصر. يعني احنا كده كنا نقول احنا مثلا 24 ميداليه منهم 19 ميداليه من اولادنا لاعبي ولاعبات النادي الاهلي غير الفضه والبرونز، ودي طبعا حاجه اولا مش جديده على النادي الاهلي في دعمه لجميع المنتخبات المصريه. والجديد اللي عايز انا يعني اعمل سبوت عليه ان اولادنا حاليا بنين وبنات فعلا فعلا فخر رياضه مصريه وعاملين مستويات تشرف حتى على مستوى العالم مش بطوله عربيه. يعني يكاد يكون النادي الاهلي لو في اي بطوله منافسه قدر او سمح للنادي الاهلي يشارك بلعبته هيحصل عليها حتى بين المنتخبات العربيه. فالحمد لله اولادنا وبناتنا جايبين عدد لا باس به من ميداليات الذهب والفضه والبرونز، كلهم تفوقوا على انفسهم ومحققين ارقام، وفي بعض منهم وصل لتصنيف عالمي. يعني في حوالي 3 لاعبين منهم تم ترشيحهم لبطوله العالم اللي هي للناشئين في كولومبيا، 3 أو 4 مرشحين لمنافسه على مراكز الثلاثه الاوائل حتى على مستوى بطوله العالم. فدي طبعا الحمد لله بدعم مجلس اداره النادي ومجهودات الجهاز الفني والاداري والطبي والنشاط الرياضي، الحمد لله وصلنا لهذا المستوى، ومش ان شاء الله ما فيش رجعه عنه، في تقدم منه احسن ان شاء الله، واللي جاي افضل باذن الله تعالى ان شاء الله. الحمد لله ربنا كرمني، لعبت الوثب الطويل اول يوم ما حققتش قوي، بس اتعودت على الملعب وتعودت على الاجواء بتاعه البطوله وبتاعه المنافسه هناك. بعد كده جه بعديها في اليوم الرابع للبطوله نزلت الماتش بتاع الوثب الثلاثي، الحمد لله ربنا كرمني خدت اول من اول محاوله. بعد كده طورت رقمي في المحاوله الثانيه برقم 15 متر 36، والحمد لله خدت الذهبيه بتاعه البطوله من المحاوله دي، وفيها ترتيب عالمي برقم 16 على العالم والاول على افريقيا، والحمد لله ربنا ييسرنا في اللي جاي ان شاء الله. طبعا ما ننساش دور دكتور نرهان، دكتور المعد النفسي بتاعتنا، كانت واقفه معانا بشكل كبير الصراحه، وحلت معانا اغلب المشاكل اللي ما كناش عارفين نحلها من البطولات السابقه، سواء كانت في مصر او انا ما جربتش غير في مصر يعني. وكان ليها دور كبير جدا في الموضوع ده ووقفتها جنبنا. طبعا ما ننساش فضل كابتن هيثم نور الدين مدربنا الاساسي اللي كان ماسك الجزء اللي له علاقه بالتكنيك والحاجات دي كلها، بصراحه عمل معانا دور كبير وطور مننا جدا في الفتره اللي فاتت، واهتم بادق التفاصيل في الموضوع التكنيك. وطبعا كابتن اكرم زهران، وانا بالنسبه لي كان في كابتن تاني اسمه كابتن شريف عبد المنعم، الاثنين كانوا اهتموا معايا بالاداء البدني جدا، والاثنين بصراحه وقفوا جنبي في كان عندي مشاكل كتير، مشاكل علاجيه كتير، اصابات كانت بتجيلي بسبب مشكله في القوام بتاع الجسم، الاثنين بصراحه صلحوها لي بجزء كبير واشتغلوا معايا شغل كويس جدا. الحمد لله كسبنا البطوله العربيه بفرق كبير جدا، تقريبا نص البعثه بتاعتنا كانت النادي الاهلي. الحمد لله عملنا 32 ميداليه ذهب، منهم انا واحده ذهب في الوثب الطويل. انا مصنف خامس عالم ومتاهل بطوله العالم في كولومبيا السنه شهر 8 ان شاء الله. عندي 7 متر 75. المنافسه كانت قويه جدا بصراحه، عكس اكيد عكس اي بطوله محليه موجوده، بس بشخصيتنا الحمد لله قدرنا نفرض سيطرتنا من اول الماتش لحد اخر البطوله خالص. من الاول خالص كان في بعض الناس ساعدتنا كتير جدا زي المعد النفسي دكتور نورهان ايمن، والمعد البدني كابتن اكرم زهران، والكابتن بتاعي كابتن هيثم نور الدين. بصراحه من بدري جدا، من اكتر من 3 شهور واحنا بنستعد لها بالتمارين مكثفه ومتابعه كويسه جدا للبيت، وعمال يراعينا بقى في الدراسه، وان احنا ثالثه ثانوي لازم نركز هنا ونركز هنا برضو. بس الحمد لله يعني عرفنا نكون على قدر المستطاع ان احنا نرفع الاسم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم اخبارنا، هنروح لكره اليد. منتخبنا زي ما حضراتكم عارفين عنده بطوله افريقيا، يمكن بطوله افريقيا هتكون في مطلع الشهر القادم، هتتلعب في الفتره من 9 ل 19 يوليو اللي جاي. استعدادا لده معسكر مغلق لمنتخب اليد، استعدادا لدوره البحر الابيض المتوسط هنلعب فيها ان شاء الله، وده هيبقى احسن استعداد لبطوله افريقيا. منتخبنا الوطني الاول لرجال كره اليد دخل النهارده معسكر مغلق في مركز الاولمبي في المعادي، وده استعدادا لدوره الالعاب او العاب البحر المتوسط رقم 19 واللي هتتلعب في الجزائر في الفتره من 25 يونيو ولحد 6 يوليو اللي جاي. منتخبنا هيلعب في البطوله دي في المجموعه الاولى مع منتخبات تونس وسلوفينيا وايطاليا وصربيا، وده زي ما قلت لحضراتكم استعدادا لافريقيا. منتخبنا هيلعب في افريقيا مع مين؟ مجموعه المنتخب المغرب والكاميرون، طبعا ده بالاضافه لمصر،
منتخبنا في افريقيا هو حامل اللقب، حامل اللقب بعد ما فاز على تونس في المباراه النهائيه بنتيجه 27-23. كره اليد الحقيقه ومنتخب كره اليد دايما تحس ان هم من عالم اخر، تحس ان هم دايما في سيستم ماشيين عليه، ويمكن العظيم الدكتور حسن مصطفى هو من وضع حجر الاثاث او حجر الاساس انا اسف لهذه الطفره الكبيره اللي حصلت في كره اليد من الثمانينات. وحتى الان يعني كل اتحاد بيجي بيمشي على سياسات من قبله، بل بالعكس بيطور، ولكن بيبتدي الى ما انتهت اليه المجالس اللي قبله او الاعدادات اللي قبله. ونتمنى ان ده تشوفه في كل الالعاب، كره القدم، سله، طايره، كله نتمنى نشوف هذا التخطيط في كل الالعاب. خبر اخر يختص كره اليد، ولكن هنا بنتكلم على الناشئات. لو تفتكروا في شهر فبراير اللي فات ناشئات كره اليد تحت 18 سنه فزنا ببطوله افريقيا في غينيا تاهلنا لكاس العالم. القرعه اتعملت بتاعه كاس العالم، ومصر تجاور كرواتيا والهند وكازاخستان بمونديال ناشئات اليد تحت 18 سنه. قرعة البطولة لفريق 18 سنة للناشئات مواليد 2004 اتعملت منذ أيام وأسفرت عن مقام منتخبنا الوطني طبعا في المجموعة الرابعة، كرواتيا، كازاخستان، الهند طبعا بالإضافة إلى مصر. البطولة المفروض هتلاقي في مقدونيا الشمالية في الفترة من 30 يوليو لحد 10 أغسطس بإذن الله. وجت باقي المجموعات كالآتي: المجموعة الأولى مونتيجرو والسويد والجزائر وأيسلندا، المجموعة الثانية إيران، مقدونيا الشمالية، أوزبكستان، السنغال، المجموعة الثالثة الدنمارك، البرتغال، النمسا، جزر فارو، المجموعة الرابعة مجموعتنا أو مجموعة المنتخب، المجموعة الخامسة رومانيا، هولندا، غينيا، سلوفينيا، المجموعة السادسة ألمانيا، سويسرا، سلوفاكيا، كوريا، المجموعة السابعة النرويج، جمهورية التشيك، البرازيل، أوروغواي، المجموعة الثامنة المجر، فرنسا، الأرجنتين، أسبانيا. إذن 8 مجموعات في 4 ب 32 فريق، وده عرس كبير ل كرة اليد للناشئات. نتمنى إن شاء الله يؤدوا أداء كويس وتبقى نواة لمنتخب مصر الكبير للسيدات. منتخبنا كان تأهل زي ما قلت لحضراتكم بعد ما فاز في فبراير اللي فات 26 فبراير 6 مارس بطولة أفريقيا اتعملت في غينيا. كل التوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله نتابع أخبارهم فور انطلاق البطولة بإذن الله. كده تكون خلصت أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي ومحليا. نروح للأخبار العالمية. يمكن خبر يخص التنس الأرضي هو خبر سعيد وحزين في نفس الوقت. السعيد: عشاق نادال نجم كرة أو نجم التنس الأرضي فاز ببطولة رولان جاروس بفرنسا، وده لقبه الـ 22. هو ده الخبر السعيد، وحقق أرقام كبيرة جدا. يمكن ده لقبه الـ 14 كحامل لقب لرولان جاروس، وده رقم إعجازي بعد طبعا بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية. نادال بقى أكتر اللعيبة تتويجا ببطولة الجراند سلام ببطولة برصيد 22 بطولة، بفرق لقبين عن اقرب ملاحقيه السويسري روجيه فيدر والصربي نوفاك برصيد 20 لقب، يعني فرق لقبين عنه. اتصور ممكن يكسروا اللقب بتاعه، اللقبين دول ممكن لاعب او يجيبهم في سنه. وقدر نادال انه يفوز بثنائي بثاني القابه الكبيره السنه دي بعد ما فاز ببطوله استراليا المفتوحه وحقق اللقب رقم 63 على الملاعب الترابيه عشان يبقى اسطورتهم على مدار الاجيال بفرق 14 لقب عن ثاني اكبر متواجدين. طب الحزين في الموضوع انه اعلن اعتزاله. الحزين ان نادال اعلن اعتزاله. طبعا الاسطوره الكبيره اكتفى بما حققه من انجازات، للاسف عشاقه سيحرموا من مشاهده هذا اللاعب الاسطوره اللي معانا في الصوره. والحقيقه ده يعني من الناس اللي تحب تتفرج عليه اصرار ودقه، حتى يعني محبينه في المدرجات مش مصدقين. طبعا انجاز كبير، خاصه انه اطاح بمنافسه نوفاك من هذه البطوله اللي ما كانتش القرعه بتاعته ما كانتش سهله، عن عمر 36 سنه زي ما انتم شايفين محبينه واسرته. الحقيقه اسطوره كبيره، وكان جوه الملعب الحقيقه لم نشاهد منه ابدا اي تصرف يعني غير كل تركيز في الملعب، حتى هتلاقيه في رصه الشنطه بتاعته في حطه المضارب دقيق جدا جدا لدرجه الحقيقه بتستفزني انا شخصيا. حاطط مضاربه، حتى رباط الحذاء بيربطه بطريقه معينه، دقيق جدا جدا، ما يقدرش يلعب لما يبقى الكره في ايده بشكل معين، اللاين يبقى ممسوح من تحت رجله، دقيق جدا جدا. خبر سعيد ولكن حزين، لن نستطيع بعد الان مشاهده نادال، ولكن يبقى التنس هو عشاق او لعبه الملوك. هنا تكون انتهت اخبارنا، هنطلع لفاصل عشان نستقبل نجوم السباحه اللي كلمت حضراتكم عنهم في البدايه. هيكون معانا محمد سامح واروى فيصل اللي حققوا هما الاثنين 9 ميداليات الحقيقه في بطوله الجمهوريه اللي فاتت. هنعرف منهم الارقام ونعرف منهم طموحاتهم، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن رسالتنا ببرنامج الابطال دايما ان احنا نقدم لكم نماذج مشرفه وابطال المستقبل. السباحه زي ما قلت لحضراتكم قطاع كبير جدا في نادي الاهلي، وكل سنه بيطلع العشرات العشرات من النجوم والابطال بنجيبهم معنا في برنامج الابطال، وبالعكس ده هم اللي بيشرفونا ان هم ابطال، ابطال بالتحدي بالاراده بالرغم من سنهم الصغير. النهارده ابطالي 14 سنه و15 سنه، حققوا 9 ميداليات، 8 ذهب، 1 فضه في بطوله الجمهوريه اللي فاتت، وده اللي فبيدل على تميزهم وتفوقهم الكبير. في البدايه برحب باروى فيصل نجمتنا النهارده الصغيره في السن، اهلا بيكي يا اروى. والف مليون مبروك. ايه؟ الف مليون مبروك. مبروك فيك. انا عايز يعني اقول لك ان انت ما شاء الله محققه ارقام كويسه وانت منورانا. شكرا. بحب ارحب بمحمد ايمن احد السباحين اللي طالعين بقى يعني 15 سنه وحقق 5 ميداليات، 4 ذهب، 1 فضه. محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا في قناه الاهلي. نور. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي على كل الانجازات الكبيره دي. طب محمد اجي لك، يمكن لازم نعرف الساده المشاهدين ميدالياتك خدتها في ايه؟ انت واخد 5 ميداليات، 4 ذهب و1 فضه، خدته في ايه؟ خدت ذهب في 100 حره و200 حره و400 حره و400 متنوع، والفضه كانت في 200 متنوع. ما شاء الله. يعني انت يمكن عمتك الاساسيه او الاساسيه كرول، مش كده ولا لا؟ حره. ودي يعني بيبقى فيها منافسات صعبه لان دي السباحه الاساسيه. مظبوط. طيب مين في السباقات دي تفتكر مين اللي خد وراك تاني تالت يعني برضو من النادي الاهلي، ولا كان منافسات بره النادي الاهلي؟ لا كان بره النادي. بره في السباقه دي. كان منين مثلا لو خدنا 100 متر حره؟ كان نادي هليوبلس والمعادي. والمعادي و200 برضه هم هليوبلس والمعادي، هم نفس السباحين دول برضه ماشيين معاك. لا دول هم قصدينا، قصدينا جايين لك مخصوص. انت 2007 ما شاء الله. 2007. طيب خلينا نقول مثلا انه ليه سباحه؟ انت من ناشئين النادي الاهلي؟ من صغرك؟ من صغري. طب فاكر دخلت سباحه ازاي؟ انا دخلت كان عندي مشاكل في صدري، يعني حسيت صد جيوب انفيه، فايه يعني الدكاتره قالوا ان انا ابدا سباحه عشان يعني ايه اعالج المشكله دي، يعني عشان اقوي نفسي وكده. يعني بدات وانا عندي 5 سنين، بدات في المدارس يعني، ومن ساعه ما بدات منافسات وانا يعني ايه في النادي بتمرن مع مدير قطاع ناشئين، وبدات تحقق ارقام كويسه، فبدات المدربين تعرفك وبدات خدت اختبارات. ده بالاختبارات بتبقى مع عندكم يعني اختبارات بتبقى قويه جدا ومنافسه كبيره بينك وبين زمايلك. دخلت الاختبارات دي وعديت اختبارات النجوم. عديت 3 نجوم. 3 نجوم. طيب مين اللي كان بيوديك التمرين بقى، بابا ولا ماما ولا الاثنين ولا ايه؟ الاثنين يعني. طبعا على طول. ومفيش حد يعني ما كانوا مواظبين على التمرين، بس سبحان الله انت عارف دايما في مثل يقول لك رب دره النفع. انت حسيت صدرك خليتك بطل سبحان الله. يعني دايما الرياضه يعني تاخدنا لحته ثانيه، ان انت ممكن حتى لو عندك مشاكل في التنفس، مشاكل صحيه، بالعكس الرياضه بالذات السباحه تقوي مناعه. طب صدرك دلوقتي عامل الحساسيه؟ ما فيش. لا دلوقتي احسن كتير يعني. اللهم صل عليه ما شاء الله. يعني الرياضه جابت نتيجه. اكيد. طيب اروح لاروى. اروى انت حققت 4 ميداليات ذهب صح؟ اه. حققتيهم في ايه؟ حققت في ال 200 وال 400 وال 800 وال 1500. انت واضح انت بتعملي مسافات طويله اروى. صح؟ ايوه. طب ليه ما بتعمليش 100؟ عشان 100 يعني بتبقى بتركز اكتر على السبيد. السرعه وكده، ف بعوم اكتر ديستانس يعني. انت بتعومي ديستانس اكتر 200 و400 و800 1500. خدتي ذهب في كل دول ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب قولي لي مين اللي كان وراكي؟ نفس السؤال لمحمد، هل انت كنت بنفسك ناس من سباحين وسباحات من النادي الاهلي ولا من بره؟ لا هو في التنويه وال1500 كانوا من بره النادي الاهلي. مين تفتكريهم؟ هي كان في الثاني كان حبيبه نشأت في نادي هليوبلس. هي وليليدو. وليليدو. في 800 اروى صح؟ في 800 وفي 1500. وفي الثالث وكانت واحده من سبورتنج اسمها دانا فهمي تقريبا. دي كانت في 200 و400. لا دي كانت في 800 1500 بس كانت ثالث. تمام. وفي ال 200 و400 كانت ال 400 كانت ثاني، كانت حبيبه نشأت برضه في النادي هوليليدو. والثالث مش فاكره قوي. طب ال 200؟ وال 200 كانت الثاني كانت من الاهلي، كانت انجي باسم. والثالث كانت نور من هليوبلس. طيب يعني برضه منافسه من بره النادي، مش ما كانتش معاك مش من زمايلك. انا قصدي اقول المنافسه كانت قويه، يعني انت طالعه من النادي الاهلي مميزه، بس لقيتي برضه لاعبات مميزات الناحيه الثانيه. طب برضه ليه السباحه؟ يعني ابتديتي اروى سباحه ازاي؟ ليه اشمعنى اخترت اللعبه دي؟ انا الصراحه ما اخترتهاش يعني، هو قال لي يعني
بخش السباحه عشان البحر عشان اعوم في البحر وكده. اه البدايه كانت كده. اه بعد كده بقى دخلنا ستيشنز، بعد كده بقى دخلنا فريق وكده يعني. بعد كده انت من انهي مدارس؟ مدارس فرع الجزيره ولا فرع مدينه نصر؟ لا مدينه نصر. اه شفتي بقى، ايوه انت اكيد ساكنه في مصر الجديده او مدينه نصر. اه صح، ربع مصر الجديده. فكان قريب ليكي. اه ورحت مدينه نصر وبدات. بس دلوقتي بتمرني فين؟ دلوقتي بتمرن في مدينه نصر برضو. طب ازاي؟ مش هو المفروض الفرق بتروح الجزيره ولا؟ لا. ولا بتبقى على حسب؟ على حسب انت ساكن فين. على حسب انت عايز يعني. انت تمرينك لسه في مدينه نصر؟ اه. طيب في حد من اخواتك بيلعب سباحه؟ اه هو انا عندي، احنا اربعه. اه اخت اكبر مني واحده، اخ اصغر مني واخت صغيره خالص. خالص تمام. فاختي اكبر مني بتمرن سباحه والاخ اصغر مني بيتمرن سباحه برضو. طب مين في الصوره دي؟ ده كابتن مصطفى. انت؟ اه انا كابتن مصطفى. دي في البطوله اللي فاتت ولا ايه؟ اه دي في البطوله اللي فاتت. ودي كمان في اللي فاتت؟ اه. دي بعد في انهي سباق بقى؟ ميتين حره. 200. ودي صوره ليكي؟ اه دي كده اول بطوله ليه. انت ما كنتيش بتمرني، انت نفسك كان فين؟ ولا يعني ده انت كان بس ده الطبيعي السباح بيلحق ياخد نفس. طب دي كانت فين الصوره دي برضه؟ دي كده البطوله اللي فاتت لما اخدت الكاس. يا سيدي يا سيدي، والميداليات منوره اهي. طيب و هل يعني دي اول بطوله ليكي كبيره تاخدي الميداليات دي ولا خدتيها وانت صغيره عن كده؟ لا هو دي اول بطوله اخد فيها 4 ميداليات ذهب يعني. طب قبل كده انت في بطولات لعبتي فيها خدتي ميداليات كده؟ لا ما خدتش ميداليات ذهب كثيره كده. انا ما خدتش 4 ميداليات ذهب يعني، كنت باخد 2 تقريبا وواحد 3 فضه كده يعني. اه يعني اول بطوله ليكي تحققي فيها ال. طب قولي لي كابتن وائل عزت. اه. يعني جه كلمك قالك ايه؟ شجعك ازاي؟ شاف فيك ايه؟ يعني قولي لي على كابتن وائل. اه ما كنتش اعرفه قوي الصراحه يعني، بس يعرف هو راجل كويس يعني. اه يعرف بابا. اه. انا ما اعرفكيش. انا اعرف هو يعرف بابا. طب يعني لما كسبتي قال لك ايه طيب؟ ايوه مبروك يعني، وعايز حاجات احسن وكده. طب انت نفسك تبقي يعني، نفسك لما يعني توصلي لايه؟ نفسي ابقى يعني سباحه اولمبيه يعني، واخش واكسر ارقام قياسيه يعني وكده. هتبقي ان شاء الله، هتبقي وخليكي فاكره، بس عايزه تمرين، شغل نار. ايوه شغل نار. طب محمد اجي لك برضه، يمكن كابتن وائل عزت رئيس الجهاز هو محتضنكم، والراجل يعني بامانه بيبذل مجهود كبير، ومش انتوا بس مجموعه كبيره من ليك معاه موقف، اتكلم معاك قال لك حاجه قبل البطوله بعد البطوله، ولا انت مع المدير الفني بتاعك بس؟ اه مدير فني اكتر يعني، بس كان وائل عزت، كابتن وائل عزت كان بيشجعني قوي، كان بعد بطوله العاصمه الاداريه. آه. فيعني كان معجب يعني بيا قوي يعني، فهي دي كانت اول مره يعني احتك يعني وكده. طب ده ممتاز جدا. طب ده شجعك لما تلاقي رئيس الجهاز؟ اكيد طبعا يعني. طبعًا شجعني طبعا طبعا. انا ما كنتش اعرفه برده قوي في الاول. طب بس مين ده؟ يعني ده انا اهو. اه يا خبر ابيض. طب قول لي بقى المدينه دي امتى يا باشا؟ كانت بطوله القاهره من بطولتين كده. من بطولتين؟ من بطولتين فاتوا. آه دي كانت ميداليه ذهب. دي كانت ميدالية فضية في بطولة العاصمة الإدارية. دي كابتن ياسر، كابتن ياسر إدريس سايس اتحاد السباحة. اه طبعا كابتن ياسر إدريس سايس. طب دي الصورة دي فين بقى؟ دي كان في برضه بطولة العاصمة، كابتن موسى المدرب بتاعي. بتاعك اه. طيب وفي صور تانية يا جماعة؟ ورونا كده لما نشوف محمد بقى. أيوه قول لي. دي كانت في البطولة العربية أبو ظبي. أنت رحت لعبت البطولة العربية في أبو ظبي؟ رحت مع المنتخب. عملت فيها إيه؟ رحت جبت 3 ميداليات ذهب و3 فضه. بسم الله ما شاء الله. ورقم قياسي في 200 حر. طب والصوره دي؟ دي كانت برضه في بطوله العاصمه، كان اول كاس ليا. كاس احسن رقم. احسن رقم. طيب وفي صور ثانيه يا جماعه عشان نقرر محمد، نجيب بقى اللي عنده كله. ايوه. دي برضه لما كسرت رقم في البطوله العربيه. البطولة العربية دي اللي دي الرقم اللي انت كسرته وخدت عليه كاس. لا في البطولة العربية ما خدتش كاس. ما بيدوش ما بيدوش كاس. لا في البطولة العربية ما كانش في كاس. هي ميداليات بس. اه ميداليات. وبقول لك انت حط. طب فاكر الرقم ده كان كام يا محمد؟ اه كان حمام شورت كورس، حمام 25. 25 جبت دقيقة 51 7 من 10. ما شاء الله. طب هو كان الرقم القديم كام؟ هي كان البطولة شورت كورس، فاللي هو ايه كان اللي بياخد اول كان يحطم الرقم، عشان كانت لسه اول بطوله من النسخه الاولى من البطوله. أيوة فاللي كان بياخد ميداليه ذهبيه كان يحطم الرقم. أيوة. طب حد حققه كسره بعدك؟ ولسه هو لسه البطوله كانت من 6 شهور او 7 شهور لسه. دي بقى النسخه. اه النسخه اللي جايه النسخه الثانيه بقى كمان 6 شهور كمان. اه شهر. كمان شهرين كده. شوف بقى يعني هيحصل ايه. انت في سنه كام يا محمد؟ لسه مخلص ثالثه اعدادي. بس انت بتتكلم كويس ما شاء الله يعني، انت يعني سنك يعني ما شاء الله بتتكلم كويس، واروى كمان على فكره بتتكلم كويس، بس انت ما شاء الله يعني متحدث جيد. لا برافو عليك، تعجبني يعني. الرياضي لازم يبقى بيعرف يتكلم لوسائل الاعلام وبتاع، ودي يمكن اول مره تطلع في انترفيو كده كبير. طب قول نفسك في ايه بقى؟ عايز توصل ايه؟ نفسي طبعا في ميداليه اولمبيه، وبرده ميداليه في بطوله عالم، ويعني نفسي طبعا. طب شايفها صعبه؟ لا مفيش حاجه صعبه. عيني عليك. طب مين سبقك واخدها؟ بطوله عالم كان فريده عثمان بس واخده. أيوة. ثالث. تمام.
يعني ميداليتين. ومين خد في ميداليه في بطوله الشباب اولمبياد الشباب؟ شباب احمد اكرم، الله ينور عليك، تالت. ومحمد سامي معاه تالت بطوله عالم. برافو عليك. مرنت معاهم؟ شفتهم بيتمرنوا؟ اه اتمرنت مع ميش ومحمد سامي. شايف الدنيا ايه قريب ولا ايه؟ طمني عليك. طبعا يعني اكيد ده ايدول يعني بالنسبه لنا. طبعا طبعا ان شاء الله تبقى احسن منهم باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع سباحين المستقبل ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع اروى ومحمد اصحاب ال 15 عام سباحين وسباحات النادي الاهلي. يمكن اجيلك يا اروى، انت يعني عارفه مين عندنا خد ميداليات؟ لا يعني بطوله عالم او مين عندنا من السباحات الكبار عندنا في مصر؟ مش عارفه قوي يعني، مش كتير. فريد عثمان لسه قايل. فريد عثمان ايوه. ورانيا علواني. رانيا علواني اعرفها. رانيا علواني طبعا، دكتوره رانيا علواني. ايوه طبعا يعني سباحات كبار. طب انت طلعتي بطوله بره مصر يا اروى؟ لا لسه. نفسك؟ طب هتخافي وانت بتركبي الطياره ولا قلب حديد؟ لا. طب ما رحتيش اي بطوله عربيه؟ رحت بطوله افريقيه؟ ما رحتيش حاجه؟ لا. طب ايه دايما بابا وماما بيشجعوك؟ ايه اللي دايما بابا وماما بيقولوا لك اعملي يعني؟ يعني بابا وماما بيقولوا لي دايما لازم يعني ابقى كويسه، يعني اتمرن جامد وكده يعني عشان ابقى يعني في البطوله الجايه ابقى احسن وكده يعني، بس كده. طب قولي لي ايه اللي دايما كل لعيب عارف عنده كده يعني؟ حاجه مثلا بيبقى لعيب يقول لك انا والله انا بخاف بنزل السبق خايف، في لعيب يقول لك والله انا ما بعرفش انام قبل الماتش. ايه الحاجه السلبيه اللي انت شايفه محتاجه تطوري نفسك فيها؟ انا يعني قبل السبق ببقى خايفه كتير قوي، فبحاول يعني عايزه اقلل الخوف ده يعني، اصل دايما الخوف يعني بيأثر على طبعًا السبق وكده، فعايزه ابطل الخوف ده يعني. طب انت كنت خايفه وانت كسبه الاربع ميداليات دول؟ ولا مش خايفه بقى تعملي ايه؟ اروى ان شاء الله يعني انت كنت نازله. بص خلي بالك، بس عايز اقول لك على حاجه، التوتر ده امر طبيعي. اللاعب كلنا كنا لعيبه، بتنزل متوتر ويبان عليك. وعايز اقول لك محمد صلاح نفسه بينزل متوتر، بس مين اللي يقدر ايه يتحكم في نفسه، يتحكم في اعصابه، صح كده؟ طيب قولي لي يعني مين من اللاعبات اللي اتمرنتي معاهم اكبر منك وشايفاهم ممكن يكون مثلا اعلى او نفسك تكون زيهم؟ انا ما اتمرنتش مع ناس يعني اكبر مني كتير. شفتيهم يا ستي؟ مين في النادي الاهلي شفتيه بيعوم وحبيتي اعومه او لاعبه وحابه تبقي زيها؟ عادي اكبر منك بسنتين بثلاثه، مين؟ في اسمها ايه؟ معاكي في النادي الاهلي؟ ساندي. ساندي بتعوم مسافات طويله. بتعوم مسافات طويله برضه. بتعوم في البحر؟ مش شفتها صغيره. لو قالوا لك عومي في البحر تخافي؟ عمت في البحر قبل كده. لا. فين؟ عمت في اسكندريه. 5 كيلو؟ ايه ده؟ يعني انت برضو بتعومي مسافات طويله في البحر كمان؟ طب ليه ما قلتيش؟ بس كانت شطوطه يعني، كانت حاجه يعني تدريب. زي تدريب كده. ما خفتيش من السمك؟ لا خفت. يا باشا انا عارف، انا بقى اللي قاعد قدامي ده اكيد بيخاف. شفت السمك في الميه ولا ما شفتوش؟ لا ما شفتوش يعني، بس انا كنت قبل ما انزل كنت خايفه منه يعني. طب كان الكلام ده من امتى؟ كان الكلام ده الشهر اللي فات. ايه ده؟ من اسبوعين او اسبوع يعني قريب. رحت اسكندريه وعمتي وخمسة كيلو متواصل. طب ولما ادوكي الشرب والحاجات دي؟ لا هو الشرب بيبقى في 10 كيلو بس. 10 كيلو 25. انما 5 كيلو صايمه. بتبقى صايمه رايحه جايه صايمه، مفيش شرب ولا ميه ولا اي حاجه. طيب ونفسك تعيدي التجربه دي تاني؟ حبيتيها؟ ايه شويه بس بيخوف يعني، بس بيبقى في احيان اناديل بتقرص وكده. خلي بالك من الاناديل دي. طب يعني بامانه العوم في الحمام احسن ولا في البحر؟ لا احب اعوم في البسين. في البسين عشان في الامان. ماشي يا عم ماشي، خليك انت البسين هيبقى حلو، بس كده وكده لازم تجيب لنا ميداليات. براحتك، عايزين ميداليات. طب قول لي بقى، انا هجي لك يا محمد، يمكن انت يعني بتعوم مسافات مش نقول كبيره قوي يعني، مش 1500 يعني، انت اكتر حاجه 800. فكرت تجرب العوم الطويل؟ ما 800 برضه تعتبر يعني ايه، ميدل ديستنس. اول ميدل. بس ال 5 كيلو ما جربتش لسه، بس يعني ممكن اجربها. تقدر؟ بس لسه لسه اتمرن عليها واجربها. طب وشايف ال 5 كيلو ايه اللي متعب فيه؟ المسافه الطويله، النفق، يعني ايه انت محتاج ايه عشان تقوم 5 كيلو؟ هي ال 5 كيلو عاوزه نفس طبعا. طبعا. وبس ايه، بحسها يعني ايه، محتاجه تكنيك اكتر، تكتيك اكتر، ان هو ايه ما ابداش جامد قوي وما اقدرش اكمل. فالحوار بيبقى في كده يعني. لو طب والموج؟ اقسمه صح. الموج بساعات الموج عالي وواطي غير حمام السباحه. في يعني عندك كذا ضلع، في ضلع في وش الموج وفي ضلع وانت راجع مع الموج. أيوة. فالمشكله في الضلع وانت رايح يعني، لو عرفت تكمله الضلع وانت راجع هيكون اسهل يعني.
يعني انت وانت رايح بيبقى يعني مشوار من المشوارين بيبقى صعب، المشوار التاني بيبقى مع الموج. برافو عليك، يعني ده تفسير كويس. طيب مش قلقان يعني؟ في ناس بتقلق من العوم في البحر بامانه، يعني ما احنا مش هنضحك على بعض، في ناس تقول لك لا ما عمش في البحر مش عارف ايه بتاع، انت مش قلقان؟ وانا ما جربتش الصراحه، بس انا يعني في العادي ما بخافش من البحر يعني. برافو عليك. طب انت ليك اخوات؟ ليه اخ صغير بيلعب سباحه برضه؟ لا بيلعب كوره. كوره فين؟ هو لسه يعني في اكاديميات يعني لسه 12 سنه. بيحب الكوره يعني، لعيب. وحاسه انت حاسه كاخ يعني؟ حاسه يلعب كوره، بيلعب صح. طب بيجي يحضر ماتشاتك؟ انا بيحضر عندي البطوله وانا بحضر له ماتشات وكده. اسمه ايه؟ اسمه مازن. مازن، انت الفرق بينكم بعد سنتين؟ ثلاث سنين. مرتبطين ببعض انت؟ اكيد اخويا صغير. طبعا رايحين مع بعض بكل حته وجايين. طب قول لي مين صاحبك بقى المقرب او صحابك المقربين في السباحه؟ مين اللي بتحب تروح تقوم معاهم لو في وقت فاضي يا محمد تروح تقوم معاهم كده؟ مين يعني اصحابي في الفريق؟ طبعا كلهم يعني بحبهم، كلهم بحب اقوم معاهم يعني، بقى ايه ما اقدرش استغنى عن حد فيهم يعني. مش بقول لك انت بتعرف تتكلم. برافو عليك. ايه تاني قول لي؟ يعني حد من بره النادي؟ في حد يعني في اللوب ليست؟ اكيد. لا يعني اصحابي في النادي معظمهم في النادي الاهلي، بس اكبر مني شويه يعني، اكبر مني بسنتين ثلاث سنين يعني عمومي مثلا. وبتروح معاهم وبتخرجوا؟ بروح بنخرج يعني. طب خلصت التمرين بتروح ولا بتقعد في النادي شويه؟ لا بروح يعني لو يوم فاضي بس اقعد. بس في العادي بقى بروح التمرين بفجر يعني. تمرين فجر؟ هو ده السباحه بتعلم توشيك على الصراط المستقيم. بتقوم الفجر؟ ها بقوم الساعه 4. بتيجي المشوار ده انت ساكن في التجمع؟ بتيجي المشوار ده كله؟ بروح وبرجع. مين بقى اللي يوديك؟ بابايا بيوديني ومامتي بترجعني يعني. طبعا ما هو الصحيان بدري ده بابا لازم. طب والشتاء؟ كلمني عن الشتاء بقى والصحيان واللحاف اللي بتشد ساعه الفجر. كلمني يا محمد. لا التمرين في الشتاء صعب يعني. صعب يعني ايه؟ طبعا بنيجي لابسين تقيل قوي وفجاه تقلع. ده صعب بقى. وهوب في الميه، بس الميه متدفيه. الميه متدفيه ولما بنسخن برضو بنبقى ايه خلاص يعني مش هنحس بحاجه. فهو الحوار بس ايه في ان هو اللحظه اللي بتقلع فيها دي بتنزل. بتنط في الميه على طول، وكمان بتبقى جاي نايم في العربيه ده مبدئيا. ومدرسه كمان بخلص تمرين واطلع المدرسه. فبرضه صعب يعني. العن والعن. فتقول لي اقعد في النادي يا كابتن؟ اقعد في النادي يا كابتن. ده لو لقيت السرير هنام، ده انا بس يجيبوا لي السرير في النادي وانام. طبعا ما هو انت ما فيش. طب نفسك تسافر جامعه؟ نفسي طبعا اسافر بره، اكمل تعليم بره. لا ده انت ما شاء الله حدوته يا محمد، ما شاء الله عليك. لا برافو، عجبني يعني. انا حاسس ان انا قاعد مش حد 15 سنه، قاعد مع حد 19 20 سنه يعني. طب انت عارف مين اللي عندنا بره مسافر بره في جامعات امريكا؟ في الاهلي كان اعرف هريدي موجود بره. تمام. واحمد راتب. تمام. وميشو بس ميشو خلص يعني، رجع خلاص. وكان احمد اكرم بس خلص برضه كمان. هو كان اساسا هنا. انت بتتابع اخبارهم عندك على الانستجرام؟ ايوه كلهم يعني. اعرفهم يعني. وانت اروى نفسك تسافري ولا؟ انا نفسي اسافر بجد يعني. لو جالك فرصه تسافري جامعه بره تدرسي هترحبي بالفكره دي ولا تقولي لا بابا وماما؟ لا هتروحي على طول. طب ليه شايفه ان السفر والتمرين بره احسن، او يعني ان انا اروح بره دي فرصه؟ ليه شايفه فيها ايه؟ مش عارف ايه، عشان يعني مع الناس اكتر و ليفل اعلى. ليفل اعلى، مراني مع مستوى اعلى، فده بيخليكي احسن كتير. انت حابه تروحي عشان كده؟ طب انت تعرفي حد سافر؟ لا ما اعرفش. ما تعرفيش؟ يمكن عشان صغيره مش متابعه. بس هتعرفي. انت عارفه فريده كانت هناك؟ فريده اصلا نفسها ولسه عايشه لغايه هناك بتتمرن. بس فريده انت عارفه سباقها ايه الاساسي ولا ما تعرفيش؟ 50 متر. مش 100. وعشان كده ما بتحققش ميداليه في الاولمبياد، لان 50 متر مش موجوده في الاولمبياد. ال 100 متر بس هي اللي موجوده في الاولمبياد. طب انت شايف ممكن تكمل في سباحتك دي يا محمد ككرول، ولا ممكن تغير نوع السباحه؟ يعني ممكن انت بتعوم متنوع، فمتنوع يعني بيجيب كل الباك والكرول والفراشه. بس هل انت شايف ان انت الكرول ده انت مرتاح فيه؟ انا بحب اعوم الحره يعني، بس واقدر اعوم يعني، ممكن اتمرن على السباقات المتنوعه. فانا كده في التمرين بتاعي لازم اعوم الاربع عومات عشان اعوم عوم متنوع. طب احسن سباحه من الاربعه بتحبهم ايه؟ هي الحره. الحره هي دي بتحس ان فعلا بتجري بيها او بتبقى فيها سرعه. فراشه عم صعب. مجهد. صعب. وبريست وارد صعب. بريست صعب. بريست عايز صدر وعايز كتاب، عايز كل حاجه، عايز حدوته. السباحه كلها عايزه كل حاجه. عايزه كل حاجه. لا بس حاجه يعني بامانه يعني تشرف ان انت فكرك كده وبتفكر كده. حتى اروى يعني، حتى اروى يعني كويس انها بتفكر في الفكر ده وبتفكر انها توصل للمرحله دي. طب خلينا نتكلم عن مثلا يومك زي ما اتكلمت مع محمد. انت بتروحي تمرينك الفجر برضو؟ لا هو بيبقى في تمرينتين بس الفجر، بيبقوا من 5 ل 7.
تمرين في الاسبوع. بتروحيهم ولا بتطنشي؟ لا احيانا بروح اقل. وكلميني عن الصبح والصحيان واللحاف والقصه اللي حاجه بتبقى صعبه قوي بالذات بقى في الشتاء يعني بعد ما خلصت تمرين اطلع على المدرسه وحاجه بتبقى صعبه يعني بهدله. طب قولي لي مين اللي بيصحيكي؟ حد بيصحيكي على التمرين ولا ماما بتصحيني؟ لا اصل انا بظبط ونبه ما بسمعهوش يعني وبقفله في الاخر. الله انت من النوع ده؟ لازم ماما اللي تصحيني. ماما هي المنبه هي لازم تصحيني. انما انا لو ما بتظبطي التليفون ما بتسمعهوش. لا بظبطه احيانا بسمعه احيانا لا بس لما اسمعه بقفله يعني بقدر اخش انام يعني ما سمعتوش خلاص سمعته برضه بقفله. حاسه واحده لازم ماما تيجي تصحيني. طيب وبتقومي بقى وتجري ورا بعضك وتلبسي وتنزلي التمرين وتروحي التمرين في هذه الساعه وتخلصي بقى كده حمامتك. يعني 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 طب انت حابه حياتك دي؟ ايوه بس انتوا بامانه حاجه تفرح اروى. اتمنى لكم كل التوفيق اروى بجد. نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك وان شاء الله تشيل البطله قد كده ان شاء الله. محمد بشكرك شكرا جزيلا ويعني شايف فيك ان شاء الله يعني نجم مستقبل كبير. كل التوفيق لكم ومبروك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل احسن معده في افريقيا واحد اللاعبات ابناء او بنات النادي الاهلي واللي اثبت وجودهم في دوري الجامعات الامريكي ورجعت فادت فرقتها وخدت لقب احسن معده في بطوله افريقيا اللي فاتت سهيله وفيق. ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بمعدتنا معده الفريق الاول لكره الطائره سيدات واحسن معده في افريقيا البطوله اللي فاتت اللي خلصت منذ ايام سهيله وفيق. اهلا بيك يا سهيله. اهلا بحضرتك. ازيك؟ منورانا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. شكرا. بنستنى لما تيجي من امريكا عشان تنورينا. ده شرف ليا والله. شكرا. ده شرف لينا وانت جاي النهارده بقى منورانا بلقب احسن معده في افريقيا وتستحقيه عن جدار. ربنا يخلي حضرتك. شكرا قوي. كلميني عن ظروف مشاركتك في البطوله. يمكن احنا قلنا مش هتلحقي هتلحقي وكان في كلام كتير عن الموضوع ده. ايه اللي حصل وازاي لحقت البطوله؟ دي حقيقه انا كنت عندي ماتشات هناك. السيزون بتاعي في السبرينج بريك كان المفروض عندنا ماتشات برده. بعدين جت بالصدفه يعني البحثه ان احنا خلصنا بدري وبعدين اتكلمت معاهم ان انا في افريقيا في مصر وكده وقدمت عليها يعني بشكل رسمي هناك والكابتن بتاعي وافق والاتحاد هناك وافق فلما هم وافقوا اجلوا لي امتحاناتي بتاعت السمستر نفسها. اخدت جزء منها بدري يعني الدكاتره كانوا متفاهمين قوي ان انا نازله وعندي بطوله وكده. الجمال ده. وجزء تاني اخدته اونلاين. برافو. يعني بص بيساعدوك ازاي؟ لا ساعدوني بصراحه بكل حاجه يعني حتى الامتحانات بتاعتي كانت اوفيشالي المفروض ان بيرسون ان انا اروح هناك بالزبط. اخدها في الجامعه مع الطلاب مع كل حاجه. الدكاتره اول لما عرفوا ان هي بطوله افريقيا وان هي حاجه يعني يونيك لازم ان انا حاجه نفسي اعملها او كده قالوا لي مفيش اي مشكله خالص احنا لو انت تقدري تاخديها بدري احنا ممكن نعمل نديك الامتحان بدري لوحدك وده جزء من الدكاتره. والجزء الثاني قال لك مفيش اي مشكله خالص احنا ممكن ندهولك اونلاين. فكانت بصراحه شوفي بيساعدوا الناجح عشان ينجح. ايوه دي حقيقه يعني بامانه يعني بصي ساعدوكي كانت النتيجه ايه الكاس اللي احنا شايفينه دي حقيقه يعني هم حتى كلموني قالوا لي احنا يعني فخورين قوي ان احنا عملنا كده معاكي يعني احنا مش زعلانين خالص ان احنا عملنا كده. بعت لهم الصور هم كانوا متابعين. ايوه اي كانوا بيتفرجوا على الفاينل اكشلي السيمي فاينل والفاينل اتفرجوا عليه. برافو دي حاجه حاسه انت بالفخر جدا جدا. خلي بالك يا سهيله انت قصه كفاح على قد سنك الصغير بس انت قصه كفاح يعني انت خليني اتكلم بكل امانه كنت قبل ما تسافري امريكا ما كنتيش اساسيه. دي حقيقه. وسفرك الاساسي لامريكا برغم غربتك وبعدك عن مامتك اللي انت متعلقه بيها جدا باباكي واسرتك كان عشان ده. صح. صح ولا غلط؟ صح. صح جدا. ان انا اخد فرصه يعني. انا كنت واخده قرار ان انا اسافر امريكا دي اعمل حاجه هناك. اولا اخد فرصه ان العب واثبت نفسي في حته ثانيه وان انا اخد حته ان انا ابقى في الملعب وقت اكبر مشاركتي في الملعب وقت اكبر. وده حصل يعني الحمد لله ولما اخدت الفرصه هناك كسبنا الدوري واخدت يعني الحمد لله جوائز فرديه يعني. فلما ده اداني خبره كبيره قوي حتى لما نزلت لعبت معاهم كاس مصر قبل بطوله افريقيا كنت نازله يعني واثقه بقى من نفسي وكنت حتى شكلي يعني تفكيري تفكيري مختلف تماما في الملعب. السنه اللي فاتت لما رجعتي برضه الناس حاسه بالفرق. دي حقيقه. ده هتلاقي اكتر واحد زعلان دلوقتي كابتن حمدي الصبحي وانت راجع الجامعه. صح ولا لا؟ ايوه طبعا عايزك معاه عايزك معاه. طب دي اخر سنه دراسه. انا والله نفسي دي لسه قدامي سنه ونص لسه قدامي تو سيزونز هناك. تو سيزونز قدامي سنه ونص ثلاثه سمستر مظبوط ولا بالظبط؟ بس اكشولي هيبقوا يعتبروا موسمين هنا بالظبط. هيبقى ترجمتهم موسمين وموسمين لا هو اكشولي موسم بس واحد هنا موسم واحد هنا وموسمين هناك.
يعني موسمين هناك بس هيفوتك موسم واحد يعني. موسم واحد هنا. طب هسألك سؤال، يعني انت حابه يعني خلاص التجربه دي ترجعي تاني النادي الاهلي، ولا حابه تكملي مثلا احتراف، تشوفي فرقه، تكملي في دوري هناك، تكملي حاجه في امريكا؟ بص انا مش هكدب على حضرتك، انا جايلي من دلوقتي كذا عرض من اوروبا. بس لسه مش عارفه بصراحه الدنيا هتمشي معايا ازاي يعني لما اخلص. فين؟ مش عايزين اسامي انادي النوادي بس قولي لي مثلا ايطاليا. ايطاليا ده دوري جامد. جالك فرصه هناك. وهم بس بيتهيألي بينتظروا لما تخلصي الدراسه. لازم. بس عينهم عليك. هو كل حاجه هناك بتنزل على الانترنت. لما حد يعني كل ماتش الهايلايتس بتاعته بكل حاجه بتنزل على صفحه الدوري هناك. بكل اللعيبه بكل الاسامي وكده. فلما اخذت كاس احسن بصيره السنه اللي فاتت كلموني على طول بعدها باسبوع كده، قالوا لي انت قدامك قد ايه وانت عندك كام سنه وكده. فابتدوا يتكلموا معايا يعني كذا كذا نادي وبتاع. النوادي نفسها ولا وكلاء؟ النوادي نفسها. الانديه نفسها. بس بقى فانا يعني لسه ما قررتيش لسه طبعاً. لازم كده كده لازم اخلص جامعتي بالظبط. لازم خلصيهم. لازم اخلص جامعتي وكده تاخدي قرارك اذا كنت هتروحي. بس اقول لك بامانه يعني طبعا الدوري الايطالي ده حاجه تحفه طبعا. كل المقاييس يعني وانت تستحق على فكره يعني ارقامك. خلي بالك احنا جبنا ارقامك وما شاء الله الارقام عظيمه جدا يعني خليك. يعني ارقام سواء وانت هناك في امريكا او لما جيت ال رجعت مصر ولعبت بطوله افريقيا او الكاس ارقامك بجد جيده جدا. شكرا. يعني يمكن الباصات بتاعتك بتترجم لضرب بشكل معين في ارقام في الداتا فولي في تطور كبير جدا في 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 ادائك. الحمد لله. طيب في الجامعه في امريكا بيقولوا لك ايه؟ خاصه لما رحت اول سنه انت ما كنتيش الاساسيه. دي حقيقه. احنا لما كسبنا الدوري السنه اللي فاتت الكابتن حس ان هو دايما مركز المعد تقدر تتحكم فيه شويه انك تسرع اللعب عموما يعني. هم عندهم امكانيات هناك ضريبه كويسه وكده. فانا فاكره كويس قوي احنا اول لما كسبنا الدوري الكابتن بتاعنا حط هناك خطه ان احنا هنسرع اللعب جامد قوي يعني في الفرقه هنلعب اسرع بما اننا بقينا ننافس والدنيا كويسه قوي معانا فاحنا عايزين بقى ننافس في مستوى اعلى. فاكر لما احنا كسبنا الدوري فلما بتكسب دوري كل اول دوري بيخش بطوله هناك اسمها الانسي دبليو اي تشامبيونشيب. احنا لما دخلناها خسرنا فيها. كانت فرق منافسه قويه جدا جدا. لما هو حط السيستم دوت احنا لعبنا في السبرينج بريك التشامبيون بتاع الانسي دبليو اي تشامبيونشيب دي. لعبتوها السنه دي كمان. لعبناها السمستر فات على طول بعد ما كسبنا الدوري وكده وبعد ما البطوله خلصت وبتاع. لما هو حط السيستم ده احنا رحنا خسرنا منهم 3-1. فده كان اصلا لوحده انجاز جدا جدا. في بروجريس في المستوى يعني انتوا السنه اللي فاتت شاركتوا بمستوى اقل السنه دي شاركتوا قليل قوي. يعني فرقه زيها كسبونا او يمكن اقل منهم كمان كسبونا 3-0. لما رحنا لعبناهم وطلعنا معاهم 3-1 والجيمات مقفوله الكابتن بتاعهم كان مذهول انتوا ازاي كده يعني. انت عارفه الجميل في ايه كمان؟ ان اللعب السريع ده مين اللي معتمد عليك انت بالظبط. ضرب سريع على الشبكه بالظبط. هو بقى مسكني لوحدي 3 شهور بتوع من شهر 1 لحد شهر 4 ما بيعملش حاجه معايا غير ان هو بيمرني على الكره السريعه دي. يعني ما كل اللي في دماغنا ان احنا هنمرن اسرع عشان الفرقه تبقى اسرع فمسكني لوحدي بقى. فسهيله اللي هتبقى اسرع بالظبط كده. انا اللي شلت الموضوع كله. انا بتمرن هم يعني هم هو دي حقيقه. انا كان بياخدني قبل التمرينه كل يوم لو احنا تمرينتنا ساعتين انا كنت لوحدي بتمرن 3. هو لازم سهيله تيجي قبل التمرين بساعه علشان احنا هنتمرن لوحدنا. خلي بالك برضو ما هو ده يعني ده اداني يعني علاني جدا جدا كبصيره وفهمني اكتر تكتيكات الملعب يعني طبعا. امتى اسرع الكوره امتى ابطئها امتى ارفع لده امتى يعني امشي اللعب ازاي. بس انا بلاحظ حاجه ثانيه لما اتفرجت على الماتشات في حاجه ثانيه اتقدمت عندك جدا الاستقبال. ان انا يعني استقبالك للكور يعني الدفاع لما كنا بتجيلك بتستقبليها استقبالك زاد يعني بقيتي عندك سرعه بديهه اكتر. ايوه سرعه ايوه صح دي هي لان اللعبه هناك سريعه قوي قوي ف وهنا ابطا فانت بقى ابطا سيكه. دي حقيقه. فانت بالنسبه لك فرق سرعات مع ان عايز اقول لحضرتك على حاجه احنا لما رحنا افريقيا دي احنا مفيش ماتش لعبناه في افريقيا دي سهل. من اول ماتش انا بيبي الكيني كمان يا انا بيبي الكيني ده كان مع ناس فيزيكالي عاليه يمكن اعلى من هناك كمان. ده كان فيهم ولد بنت يعني مش عارف حضرتك تقدر عارف الموضوع ده هو بدنيه زي الولاد بس هو بنت. لا هو كان متحول من ولد لبنت. وكنا بنلعب ولد يعني حتى صوته ولد عضليا ولد كل حاجه ولد. ده في الكين في الكيني كسبناهم. كسبناهم كده في التليفون معانا دي حقيقه.
فما فيش ماتش لعبناه سهل، وما فيش ماتش كان اللي هو ماشي احنا داخلين عارفين احنا كسبانينه، لا خالص. يعني انا افهم من كلامك ان المستوى انت شايفاه عالي كمان؟ اه مستوى افريقيا المره دي عالي جدا، مش عالي بس يعني. والغريبه ان فاز بيها اللي هو البنك الكيني. البنك الكيني فاز بيها لوجود اشخاص، انا مش عارف حضرتك تعرف ولا لا، بس هم جمعوا الانديه كلها بتاعت كينيا بالظبط وحطوها في نادي واحد. فاحنا كنا المره دي بنلعب منتخب كينيا اكتر من احنا بنلعب فرقه او نادي من كينيا. طب انت شايفه لو كان معانا محترفه او اتنين كنا ممكن ننافس؟ بس جيب محترفات بجد. انا شايفه ان لو المحترفه اللي كانت معانا كان ممكن نكسب خاصه مرتاح. النتيجه ماشيه ايكوال خالص، نكسب مرتاح. يعني انت خدت شوط، والاشواط اللي خسرانينها انت خدت شوط مريح 25-11 دي حقيقه، بس الاشواط الباقيه قريبه جدا، كلوز جدا، دي حقيقه دي حقيقه. فبتهيالي وجود لاعيبه كانت تفرق. طبعا وجود حد معانا ينافس من حاجه غربي او من يعني فكر تاني كانت هتفرق معانا. طيب قولي لي، يعني انت نزلت امتى لمصر وقعدت لغايه امتى؟ برضو نعرف الساده المشاهدين، وهترجعي امريكا امتى، وعندك ايه اللي جاي؟ انا نزلت مصر اخر رمضان، شاركت معاهم اسبوعين المعسكر اللي كان بعد رمضان على طول، وبعدها سافرنا افريقيا، وبعدين احنا لسه راجعين اهو، هشارك مع منتخب مصر ان شاء الله في بطوله. ما كان في ماتش الجزائر امبارح، لعبتي؟ لا ما لعبتش. لا ان شاء الله بكره. هتلعب بكره معاهم؟ بكره معاهم. انا داخله معسكر النهارده. داخله النهارده معسكر فين؟ في اكتوبر. هنا في اكتوبر ده قريب جدا. حلو مش هنعطلك. لا طيب، والمدير الفني اللي معاكم مين في المنتخب؟ كابتن احمد فتحي. احمد فتحي عارف، هو كان ماسك نادي الصيد قبل كده بالظبط، وهو انتقل كمان نادي الزمالك. نادي الزمالك دلوقتي. ايوه عارف. هو اللي ماسكه. أيوة. طب هل المدير الفني الاجنبي اللي ماسك الفريق الاول بيجي يبص عليكم، ولا ده حاجه ودي حاجه تانية؟ كابتن ماركو. كابتن ماركو مع كابتن احمد فتحي برضو بيجي وقاعد يعني هناك بيتفرج وبيشوفه كده. طب انتوا عندكم بتوع البحر الابيض المتوسط مجموعتكم مين، عارفاها؟ مش عارفاها قوي، بس تقريبا معانا فرق من افريقيا يعني، برضو جزائر تقريبا تبقى معانا في مجموعه، ومش متاكده بصراحه برضو، بس معانا يعني مجموعتنا كويسه ان شاء الله. تالي دي برضه هتبقى مذاعه وهتبقى حلوه ليك هناك في الجامعه يا رب. دي حقيقه، وهتبقى بتلعبي مع دول اوروبا بقى. دي حقيقه دي حقيقه، يعني دي هتفرق معاكي جدا. تفرق جدا از اكسبيرينس برضه. وكمان انت لعبتي بالمستوى ده خلاص، لعبه بالمستوى ده والسرعه دي بالزبط. فده بيتهيالي ان شاء الله نتمنى لك فيها حتى تأدي يعني بشكل جيد يعني. يا رب. طيب قولي لي نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ طبعا كان نفسي ان احنا ناخد افريقيا جدا، يعني دي كانت حاجه من الحاجات الجولز بتاعتي السنه دي، ان احنا ناخد افريقيا يعني، بس هو ما كانش فيه نصيب يعني الحمد لله. ونفسي جدا احنا ان شاء الله ناخدها بقى السنه الجايه باذن الله يعني. نفسي ان احنا نعمل حاجه مع المنتخب، نفسي ما نروحش تمثيل مشرف. احنا فرقتنا كويسه، ويمكن فرقه الاهلي كلها اللي كانت في بطوله افريقيا راحت المنتخب، فان شاء الله ان شاء الله يعني نعمل حاجه كويسه هناك. بس طبعا على المستوى الشخصي بقى، يعني دلوقتي قلت كل ده نفسي مع النادي يعني ناخد كذا وكذا وكذا، على المستوى الشخصي نفسك في ايه؟ بتحلمي مستوى بيه؟ شخصي نفسي ان احنا نكسب الليج بتاعنا ان شاء الله السنه الجايه في امريكا، واخد تاني بقى كاس احسن بصيره يعني. ونفسي ان احنا بقى لما ندخل تاني البطوله بتاعه الان سي دبل اي ننافس فيها بقى بشكل جدي يعني. طب قولي يا سهيله، يعني لسه الصعاب اللي انت شفتيه اول ما سافرتي لسه موجوده ولا نوت اكزيستنج وخلاص؟ لا 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 نوت اكزيستنج خلاص. خلاص يعني دلوقتي المشاكل بتاعتك الاكل، الوحده، الحاجات دي يعني اتعاملتي معاها لسه بتعاني منها ولا خلاص؟ لا خليني اقول لحضرتك ان انا شاغله نفسي قوي هناك بالتمرين، ما بقتش احس بالوحده، لان انا كل ما احس بالوحده بنزل اتمرن، فبقى خلاص بالنسبه لي. ما بقتش احس. انا كنت بتمرن 3 مرات في اليوم، انا لما عرفت ان انا ممكن في فكره ان انزل افريقيا مع النادي الاهلي، عملت فتره اعداد لوحدي هناك. انا معايا 2 كباتن، واحد من امريكا وواحد من مصر بيتابعوني، فكنت واخده 2 بروجرامز يعني ماشيه عليهم مع هنا حتى هنا كده. مع هو فيزيكالي اكتر ولا فيزيكالي اكتر؟ ما هو التكنيكلي كنت مشغله مع الكابتن بتاعي هناك في امريكا الفولي يعني. بس الفتنس كنت واخده، كان كده كده الكابتن بتاع امريكا هناك حاطط لي بروجرام لوحدي، لان كان شايف ان فتنسي عالي فما مشيش مع الفرقه يعني، لو في فرصه ان انا اتحسن، فكان حاطط لي بروجرام لوحدي، وكنت بزود برده من كابتن برده تاني في مصر. فكنت يعني ماشيه الاثنين مع بعض، فكنت بتمرن 3 مرات في اليوم لوحدي، فما كنتش حاسه بالوحده لان ما كانش عندي وقت. كنت بصحى الصبح اتمرن، اروح الجامعه، اخلص اروح اتمرن، ارجع اذاكر شويه واكل واروح تانية اتمرن قبل ما انام. ما فيش دقيقه فاضيه. ما فيش دقيقة. صدقني كنت 12 بالليل دي كنت ببقى في حته تانية خالص يعني، ما كانش في وقت اكلم والدتي، فكان بالنسبه لها كارثه.
طيب يعني ايه الحاجه الحلوه اللي بتعمليها؟ ما هو مش كل الوقت تمرين، يعني اكيد في لحظه بتبقي عايزه تخرجي تاكلي حاجه. يعني كل شهر كده ولا حاجه. فين مثلا بتروحي فين؟ رحت كذا حته هناك. احنا الدنيا هناك في شيكاغو، احنا في السيتي نفسها، فكل المطاعم المشهوره جنبنا، يعني مفيش ربع ساعه ثلث ساعه. فكنا دايما نروح ناكل مثلا سوشي او ناكل الحاجات اللي بتبقى في البلد نفسها. أيوة بقى البرجرز والحاجات دي كل شهر كده ولا حاجه. طب انت هناك مفيش اكل مصري بتحاول تاخدي زمايلك تروح تاكل؟ رحنا مطعم مصري مره. شوف كان عارف ازاي. خليت الروميت بتاعتي اللي ساكنه معايا يعني تجرب اكل مصري هناك، وعجبها جدا، عجبها الكشري جدا. عجبها الكشري جدا جدا، كشري وكفته. كشري هناك بكام الطبق؟ ب 50 دولار بس؟ لا لا مش الدرجه دي. لا مش الدرجه دي. خلي بالك احنا الكشري هنا اكله المصريين كلها بيحبوها وسعرها مناسب. وانا كمان جدا جدا. هناك ممكن تلاقي بقى طبق الكشري ده عامله رقم. يعني بالنسبه لامريكا يعتبر الدولار هناك زي بالظبط زي الجنيه. بالظبط زي الجنيه. طب قولي لي، يمكن حته برضو من الحاجات اللي بقت ملحوظه عندك قوي الناحيه البدنيه. وزن كتير اتظبط، ناحيه بدنيه اتظبطت جامد جدا. حتى انت بتقولي البروجرام اللي واخداه بتنفذيه هنا هو فيزيكال. يعني هم ليه اهتموا بالجانب ده؟ يعني هم شافوا انت لو فيزيكال عليتي الفنيات هتعلى، ولا ليه؟ ولا ده الطبيعي بتاعهم؟ هي اكتر من ان هم كانوا عايزين، انا كنت عاوزه. انا دايما حاطه في دماغي ان انا عايزه اقلل نسبه الدهون بتاعتي وازود نسبه العضل بتاعي، وده في الموضوع ده بقالي كذا سنه مركزه ودايما ماشيه مع دكتور تغذيه ودايما ماشيه مع فيتنس. انا من وانا صغيره تقريبا بتمرن تمرينتين لوحدي، تمرين النادي الاهلي واخرج اتمرن تمرين الفيتنس بتاعتي. فانا حتى زمان كان شكلي مش كده خالص، يعني اتحسنت كتير. انت السنه دي قاعده معايا مختلفه خالص عن السنه اللي فاتت. دي حقيقه. يعني فهمت اكتر بقى. طبعا انت في مصر غصب عنك والدتك ممكن تعمل اكل تضعف مش عارفه، انت هناك لوحدك. بالظبط هناك لوحدك بقى، فكنت ظابطه قوي بقى. بتاكلي ولا ظابطه؟ يعني مفيش وقت ان انا اكل حتى هنا، انا نزلت على الافريقي على طول. مش هتسيبك ماما، مش هتطمن الا لما تاكلي الاكل بتاعنا. صدقني صدقني ما حصلش يعني. ما حصلش. طبعا انت محافظه على الاكل، لان الاكل مهم. هي اكل وتمرين، مش بس دي حقيقه. لا من غير الاكل ما مش هتوصل لحاجه قوي يعني. فانت محافظه على الموضوع ده وماسكه في ايدك وسنانك عشان تفضلي محافظه على الفيزيكال، لان انت شفت الفيزيكال بيبقى بالظبط. بالظبط يعني كان عندي دايما حافز جدا هناك. يعني كان دايما كابتن يقول لي انت عندك المهاره كويسه قوي، بس يعني ما قاليش حاجه دايما على الفيزيكال، بس يعني بما معنى الكلام ان انت لو حسنتي نفسك فتنسك اكتر كل ما هتعلي اكتر. يعني انت عندك الفرصه انك تبقي حاجه. طبعا يعني. طب خلينا اتطرق معاك لموضوع تاني. يمكن جمهور النادي الاهلي برضو بيتساءل. طبعا في مجموعه من اللاعبات غادروا النادي او ما اتجددش معاهم في النادي. انا مش عايز اتكلم في تفاصيل الموضوع، ولكن اللي خد قراره ده قراره هو يسال عنه. ولكن بيطمن على فرقتنا، شايفه عندنا سكواد يقدر يعوض اي حد، شايفه فرقتنا، شايفه اللي طالعين من تحت. انت برضو بنت النادي وشايفه، شايفه فرقتنا بخير؟ طبعا فرقتنا بخير. يعني بص هو قرار، هم يعني كل واحد مسؤول عن قراره، ان هم يعني دي حريه شخصيه ان هم يعملوا حاجه. بس احنا فرقتنا نطمن عليها. بالظبط احنا فرقتنا كويسه، واعتقد كابتن حمدي هيدعم الفرقه باثنين، اللي سمعته انه هيدعم الفرقه باثنين محترفين، وهم نفس الكلام هيدعموا فرقتهم باثنين محترفين. فاعتقد المنافسه بس هتبقى عاليه السنه الجايه، بس ده ما يخوفش. يعني ايه المشكله ان المنافسه تبقى عاليه؟ عادي يعني. يعني الحمد لله على طول النادي الاهلي خلي بالك في منافسه. ما هو احنا كنا بننافس السنه اللي فاتت الصيد. الصيد فبالظبط. فهو لو ما بقاش في منافسه مش هيبقى في. بالظبط يعني سبورتنج احنا طالعين، طلعوا معاهم في كاس مصر 3-2 او في الدوري 3-2. فما فيش ماتشات كتير السنه اللي فاتت. بالظبط ما فيش ماتشات تبقى سهله. ودي حاجه كويسه لمنتخب مصر يعني. ان هي تبقى ما فيش ماتشات سهله. بس انت شايف ان السكواد يعني يستوعب طبعا اي غيابات واي طبعاً. شيء طبعا هو ده اللي يهم الجمهور. خلي بالك برضه احنا كل واحد بيتحمل قراره، وده قراره مع نفسه، هو يتحمل مسؤول قراره. ولكن احنا بنتكلم عن فرقتنا ودي اللي تهمنا يعني. بالزبط. وخلي بالك برضه انت ان شاء الله السنه الجايه ممكن تلحقي برضه نهايه الكاس. ممكن الحق كاس مصر او كاس الدولي. مصر لو خلص يا رب بدري شويه الموسم هناك تقدر تلحق. طيب قولي لي على المستوى الاكاديمي، خلاص نخرج شويه بقى بره الرياضه شويه، عامله ايه هناك؟ لا ماشي كويس الحمد لله. ماشي كويس. الانجليزي بتاعك كويس؟ كويس الحمد لله. ما فيش اي مشكله والامور ماشيه؟ لا لا الحمد لله. حابه تخلصي وكملي في اللي بتدرسيه ولا؟ انا كنت بفكر اعمل ماسترز، بس لسه خطوه ما مش جديه يعني معايا. طب لو عملت ماستر تفضلي تلعبي في الجامعه؟ افضل العب في الجامعه زي ما انا. زي ما انت. الماستر ممكن بياخد قد ايه، سنه ولا اتنين؟ سنه بتهيألي. سنه يعني ممكن تعملي ماستر وتفضلي فريق جامعه وكل حاجه. بالظبط. طب هل ممكن في جامعات تقول لك ما بديش سكولارشيب في الماستر؟ يوجوالي بيدوا يعني كده كده، طالما ليا المنحه ان انا العب هناك هم 5 سنين
من حقي ان انا العبهم. فانا هخلص جامعتي في 3 سنين ونص ان شاء الله، فهيبقى لسه قدامي 1.5 سنة من حقي ان انا العبهم يعني تبع الجامعه. فطول ما انا من حقي ان العب تبع الجامعه بيدوا المنحه بالظبط، خاصه ان انت يعني احسن معده في افريقيا دلوقتي، انت رايحه لهم افضل كتير من قبل كده. طيب عايز اتكلم برضو عن علاقاتك بصحابك هنا في القاهره، يعني انت لما نزلتي اكيد صحباتك حاولوا يتواصلوا معاك، تكلمي معاهم، حصل؟ هم على طول كانوا بيتواصلوا معايا من وانا هناك، يعني كلهم مفيش حد ما اقدرش اقول ان هو ما كانش بيتواصل معايا، كلهم كانوا بيكلموني، كلهم كانوا بيدعموني، كلهم اتفرجوا حتى على ماتشاتي هناك، كانوا دايما يقولوا لي بعت لنا اللينك بتاعك وكده. فكانوا كلهم يعني بصراحه معايا على طول يعني. مفتقدهم؟ جدا. بس يمكن السوشيال ميديا دلوقتي احسن كتير من الاول. يعني الحمد لله. سهيله بجد انت نورتيني وشرفتيني، وكنا سعداء بيكي جدا جدا، وبجد انت بقى حاجه تشرف. ربنا يخليك، شكرا قوي والله. انا مبسوطه ان انا كنت مع حضرتك النهارده. لا ده الشرف لينا، واحنا سعداء وبننتظر اللحظه اللي تكوني فيها في مصر عشان تنورينا وتشرفينا. شكرا، تسلم، شكرا قوي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا مع احسن معده في افريقيا. نفحت كتير وتعبت عشان توصل للمستوى، يعني 3-4 سنين في اوروبا في امريكا، وطورت من مستواها الفني والبدني حتى وصلت للمرحله اللي حضراتكم شايفينها. قدوه قدوه للسيده المصريه والبنت المصريه خارج مصر. واشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.